الشام في حلب ومحيطها؟ ماذا بشأن تلك الغارات، وماذا أيضا بشأن خريطة المواجهات حتى الساعة أستاذ رامي؟ نعم، خريطة المواجهات هي كبيرة، ولكن دعني أبدأ من أخطر خبر من الغارات حقيقة الأمر، انقطاع الاتصالات وقطع الاتصالات على أكثر من 200,000 مواطن كردي مهجرين من عفرين موجودين في ريف حلب الشمالي. تحاصرهم قوات الجيش الوطني الموالي لتركيا في ريف حلب الشمالي، وحتى ترفض أن تعطيهم ممر باتجاه مناطق شرق الفرات، أي أن هناك مخاوف حقيقية على حياة هؤلاء الموجودين في تلك المنطقة، وخصوصا بعد صدور دعوات من ضباط منشقين سابقين للقيام بعملية ذبح الأكراد في تلك المنطقة دون التصوير. نعود إلى انقطاع الاتصال. انقطاع الاتصال بمعنى لا تواصل حالي مع أي شخص هناك. الاتصالات قطعت عنهم في تلك المنطقة، وهناك مخاوف حقيقية حقيقة الأمر. يعني لا نعلم لماذا تمت قطع الاتصالات، والاتصالات معتمد عليها من قبل تركيا بشكل كبير في تلك المنطقة. هذا بالنسبة لهذه الكبيرة في تلك المنطقة. في مدينة حلب السيطرة الكاملة مثل ما ذكرنا لهيئة تحرير الشام، لكن أيضا كان هناك غارات روسية مكثفة على المدينة. أحد الغارات أدت لمقتل ما لا يقل عن 12 شخصا، بينهم 8 شهداء مدنيين، وإصابة نحو 20 آخرين بجراح بالقصف أمام الجامعة أو المشفى الجامعي في مدينة حلب. أيضا على خطوط القتال سيطرت هيئة تحرير الشام على كامل مدينة حلب باستثناء الأحياء يعني ذات الغالبية الكردية في شمال غرب حلب، والتي تسيطر عليها القوات الكردية. في ريف أطراف حلب الشمالية بعد اشتباكات عنيفة سيطرت المجموعات الموالية لتركيا على المنطقة الصناعية في الشيخ نجار. في ريف حلب الشرقي تمكنت هذه المجموعات من قطع كل طرق الإمداد أو طرق التواصل ما بين منطقة منبش الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية أو مجلس منبش العسكري، وهؤلاء الموجودين في ريف حلب الشمالي. أيضا سيطرت هذه المجموعات على طريق حلب خناصر، والذي كان آخر طريق يصل حلب في مناطق سيطرة النظام، مما أدى لحصار حلب بشكل كامل. ننتقل بسرعة إلى أدلب. أدلب كان هناك غارات من قبل الطائرات الروسية والسورية المشتركة أدت لسقوط عدد كبير حقيقة الأمر من القتلى، 9 شهداء مدنيين بالقصف داخل مدينة أدلب في حما. كان هناك غارات أيضا مكثفة على ريف حما الشمالي وريف أدلب الجنوبي على المناطق التي تقدمت إليها هيئة تحرير الشام. يعني دعنا نقول بأن اليوم هو يوم الغارات الجوية أكثر من قضية يعني الاشتباكات التي هي احتدمت في ريف حلب يعني الشرقي، واحتدمت أيضا في ريف حما الشمالي. حصيلة الخسائر البشرية ارتفعت إلى 413 شخصا، من بينهم 57 شهيد مدني، 53 منهم قتلوا بالغارات الجوية الروسية وغارات جوية التابعة للنظام. الباقي 100 حركة أحرار الشام، هيئة تحرير الشام كان قتلاها 182 قوات المجموعات الموالية للحركة للهيئة، 37 قتيل. قوات النظام أيضا كان نصيبها 137 قتيل. إجمالا نتحدث عن 413 قتيل منذ بدء الاشتباكات. الأرقام هذه التي نتحدث عنها ما تمكننا من توثيقه، المعلومات المؤكدة والقطعية من المتقاتلين نتحدث عن أكثر من 200 شخص، أكثر من الرقم الذي تمكننا من توثيقه. طيب أستاذ رامي، يعني ماذا بشأن الجيش السوري؟ يعني هل لديه أي محاولات لاستعادة بلدات ما تابعنا ما قاله الأسد اليوم؟ لا، ريف حما، ريف حما. نعم، ويعني قوات موجودة بكثافة في تلك المنطقة واستماتة لاستعادة عدة بلدات، إلا أن هيئة تحرير الشام الآن بدأت تستخدم المسيرات بكثافة. واليوم بأحد استهدافات المسيرات قتل ضابط برتبة عميد مع بعض عناصره بالاستهداف على سيارته في المسيرة. نعم، كل الشكر لك مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك.